حبيبي تنشيلها شيء تشويه بس سلع سلع تصير تشويه كان في إدارة رائعة وتمديداتها سليمة هي راحت الأجهزة مع الكابلات إضافة إلى كتابات للإرهابيين والمسلحين على الفج هي كمان أزلناها ضربنا الجدران بالرمل إضافة للتمديدات اللي كانت موجودة تمديدات أرضية لمياه الشرب ومياه نبع الدير كمان هي كلها احترقت وأزيلت وتخربت قبل الحرب كانت مئات الآلاف من المحافظات السورية ومن الدول العربية ومن الدول الأجنبية ولكن أثناء فترة الحرب شبه توقفت هذه الزيارات الآن وبعد أن تم تطهير هذه الأرض المقدسة عادت كل عادت 80% من هذه الزيارات وهذه السنة نتأمل أن تعود الزيارات كما كانت سابقا